أشرف ولي الأغواط فوزير ضويفي بالمدينة الجديدة حسر ملعلى تدشيني حديقة عمومية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين بمساهمة مديرية النشاط الاجتماعي ومصالح البلدية. تعليمات السيد رئيس الجمهورية نطبقوها، كل ما تكون فرص جميع الفئات رانا نوفرها ونعطوا الفرص للجميع. إن شاء الله تكون الفرص أكثر والمرافق والبرامج أكثر، وبلدية حسر مل ولا المنطقة تاع بليل تستفاد كباقي البلديات. حنا رانا نسهروا ونسعوا باش التنمية تكون شاملة تشمل كل الولاية. إن شاء الله. رانا مسؤولين على 24 بلدية، المشاريع كي تجي رانا نوزعوها بعدل على كل بلديات. قمنا احنا كجمعية بوضع يعني بطاقة تقنية لوكالة التنمية الاجتماعية للاستفادة من مشروع تهيئة حديقة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين، والذي الحمد لله كللت بالنجاح. فنثمن هذا الإنجاز، مرفق ترفيهي خاص بذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والعائلات. احنا في بلدية حسر مل وهنا في المدينة الجديدة بحاجة إلى مرافق هكذا. الشيء الجميل والمميز أن ذوي الاحتياجات الخاصة كانت لهم بصمة في هذا الإنجاز. الحمد لله احنا تساهمنا فيها وخدمناها، وفي حتى اللاصودير تاعها خدمها اونديكابي، وماذا بينا احنا نساهموا يزيدوا يعطونا مشاريع أكثر. خدمنا هذه الكراسة وخدمنا البارودات وخدمنا المقاعد هذه الناس المسنين والعباد المعاقين. وتبقى فئة ذوي الهمم من أصحاب المؤهلات بولاية الأغواط يتطلعون إلى المزيد من الجهود المحلية في تفعيل ملف التشغيل، لا سيما التأكيد على تخصيص نسبة 1% لفائدة الأشخاص المعترف لهم بصفة عامل.